أبواب ميدان سباق الخيل بموسكو لم توصد بعد، حتى بعد حلول فصل الشتاء ودرجات الحرارة المنخفضة. خيول تشارك لكن في ظروف مختلفة، حيث ليس هناك لا عشب أخضر ولا رمل دافئ. حلبة موسكو لسباق الخيل تعد الوحيدة من نوعها في العالم، حين تركض الخيل ليس على الرمال بل على الجليد. حلبة سباق الخيل بموسكو أنشئت سنة 1834 إبان الإمبراطورية الروسية بطابع هندسي شرقي أصيل. تتوفر على 4 مسالك تستعمل الخيول من خلالها صفائح خاصة بالجليد لتتمكن من ضبط توازنها والتحكم بسرعتها. الفارس تيمور بولاتوف من أصل أوزبكي حاز على جائزة السباق، قال أنه يمارس هذه الرياضة منذ ما ينوف عن 20 سنة، وأن حياته كلها مرتبطة بالخيل والصقيع. الجليد هو الوسيلة الوحيدة أثناء فصل الشتاء لممارسة رياضتنا، لأن الجليد يصبح كالطريق المعبد، من خلاله نحصل على نتائج جيدة أثناء السباقات، والخيل تحس بها وأنها مرتاحة طبعاً باستعمال الصفائح الحديدية المسننة. ونحن بالطبع ندعو أصدقاءنا العرب لممارسة هذه الرياضة على الجليد، ستكون بالفعل تجربة جديدة وممتعة لهم. من خلال بحثنا في أغوار متحف حلبة الخيل بموسكو، اكتشفنا بالغرفة الخاصة للإمبراطور نيكولاي الثاني صوراً تؤكد صلة قديمة وعشقاً ضارباً في الزمن لكل ما هو عربي. فكان استقبال أول فرس عربي أصيل حدثاً بارزاً طبع تاريخ هذه الحلبة وعلاقة روسيا بالخيل عموماً. Арабские лошади впервые появились в России в конце 18 столетия. Они были привезены Алексеем Григорьевичем Орловым. Ему удалось получить этих лошадей благодаря победе при Чесменской бухте. Среди них был великолепный жеребец Сметанка. Его вели 2 года с севера Греции до Москвы по суше, под охраной. Так он был ценен. Этот жеребец положил начало орловской рысистой породы. От него был получен сын Полкан, от Полкана его внук Сметанки Барс, основоположник орловской рысистой породы. وكما يبدو فإن تعلق الفرسان الروس ومريدي الفروسية بالخيل العربية كبير وقديم وللعشق فنون. Один из авторов орловской породы лошадей говорил об орловце, что это араб через увеличительное стекло. Нет ничего красивее в мире, чем араб. Испанцы говорят, самое красивое – это каравелла под парусами, танцующая женщина и бегущий араб. الفرس كانوا يلقبونها بسميتانا أو القشطة باللغة العربية. يحكى أنها لم تعش طويلاً بسبب الطقس البارد، لكنها أنجبت خيولاً أتت بالنصر ورفعت علم روسيا عالياً في شتى المحافل الدولية، ولا زالوا يتذكرون سميتانا التي أنجبت المجد لروسيا وكأنها لم تمت. محمد أنس طموح، تلفزيون المشرق، موسكو.